صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نجتمع اليوم في هذا الدوري كرة القدم المصغرة على مستوى المديرية الإقليمية الفيدا مر السلطان لتخليد ذكرى وفاة أحد مؤسسي التعليم الخصوصي ورئيس اتحاد التعليم الحر بالمغرب المرحوم والمشمول برحمة الله السي عبد الله خميس. هذا الدوري الذي نسعى من خلاله إلى استحضار مناقب الفقيد جزيل ما قدم من خدمات جمة لقطاع التعليم الحر، هذا المناضل الفد الذي ضحى بالغالي والنفيس ليصل التعليم الخصوصي إلى ما وصل إليه اليوم. ونحن اليوم في إطار تمتين الشراكة وتفعيلها بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، حيث أن هذا الدوري المصغر يجمع ثلة من شباب المملكة من تلامذتنا الأعزاء على مستوى التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، ونأمل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، ونستغل هذه الفرصة لنقدم لكم أحر التهاني وأغلى الأماني بهذا الشهر العظيم، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة وأن يجعلنا من عتقائه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنحضروا اليوم مباراة ديال كرة القدم المصغرة احتفاء بالمرحوم خميس عبد الله لما كان يقدمه لوداد التعليم الخاص في هذه المنطقة وقام في إنجازات، واليوم هذه السنة الثالثة اللي فقدناه وحنا كنرجعوا هذه الذكرى هذه وكنحسبوا بهذا التلامذة في هذه المباراة هذه المصغرة. كنتمناو أنه دخل واحد الإحساس جميل على التلاميذ ديالنا ونتهلاو ويترحموا وتكون مناسبة للترحم على الرئيس ديالنا السي عبد الله خميس، وشكرا.